السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دولت أفريكانا لكن كتها لوقويقة أمريكا صامأهن أرن عجيبة وحكسي عجيب سن كان صيدرا وحيكوها اللان إنجريس لكن ماهن إنجريس كأتغانا وحيكوها اللان إنجريس صوصعي كدبنا عير نغضي صيدانا كالي. What is your name? ويا نيم. My name is. من نيم. Is your name? Are you name? Where are you from? Where you come from? مسلمين مي أهي المركي هردت كان كريستوفر كولومبوس مركو تغي وحكو تلمامي إن دادك جزيرة دا جامايكا دقان أي مسلمين أهايين حتى هادا كتبت عربيقة أرقان كهاد لايوحي ليهين كانوا محمديين معنا سيدة أويري وحي أهايين داد محمديين لكن هادا ما أنت وحي عابدانين كان رستفاري مكانن أود ثالوث كسيدة أصيق أسوبي حيي حيلة ثلاثة حيلة سلاسة حيلة سلاسة حيلة الثلاثة أود ثالوث كسيدة أسوبي حيي مرة ونين كان بوغشا كنت جاي جامايكا وحيلة سلاسة سيدي معبود أي أسود أويين. He was the king of kings, the lion of Judah, even a god. But to most, he was a mild-mannered monarch who had won the respect and admiration of Jamaicans. Members of a local cult, the Rastafarians, were easily distinguished by their long beards and unshorn locks, and who worshipped this figure as a deity were present in full force. إلى هذا العالم كأجو عانسن أما أن رهن الثقافة أما كالجر كأجو عانسن جامايكا ورست هذا وأنا واحد لقي كان أصلاً رست فاري عالم كحيل سلاسة معناه صدق وعالم كان أفافي وأنقضي معناها شيء كالجر عالمي إلى هيراتي كرت معناه أفريكان كأي تقديسيان ضد النجار نجم إذا ما أنت أي أمة لينا يان يعني إن أركان أفريكان ما أمو جناية ولا جاي بقفك معناه مركو روا إنه سمو جيه إنه أفريكانية وماذا كنوع عنة أما قاب كنوع عنة أما تماه وصيدان كديكو أما وصيدان سمو جيه أصقر الأفريكان ما أي موجنيسة لكن أبومبورين أيه كالجر كعدو بيسة رستفاري مكانن إثيوبيا حتى مذوق مريكا كمركي هيسان يعني ويكوهيسان ويستعمالان ثقافة الرستا سيدا هذا نيكا نوليها كله and they always be smoking like a rasta مت كم إذا هيسا وعنسن وعرست فارغاس دل بدأهان لك دلك قدر يعني يرآن وينين يعني حتى ضدك كون الواسدح مليان ما بضنا لكن عالم كورنا لغاية قانا أذيك هذا مقال كان دقي سناي ياكو باري جامايكا واتقانا محاط اتقانا معنا جامايكا ياكو باري دلك هاس جزيرة دا يرى إكويا لبدا كاريبيانكا جزيرة دا يروح حتى الدولة دا كلا آنان درس لأهين ياكو باري محاط اتقانا ودل اتقانو يعني كبضان دل الكواوين انت اتقاني وحلقة يابا معناها دل افريكا كويالو جامايكا وحبدا كوين كاقدو انا ذا نقوني لكن جامايكا ادمقا شي اما اقو يران وحون اتقانو وانا صبابها كاني ان الموضوع عن سمايا محويا دل كان عجيبكا انيقا كوشيقا ايو كوسو دو موضوع عن انقو هادين مانتا جامايكا انت واحد كلا انا جارين انقوصا كلا بحية خريرات عالمك كدبنا انقوة ديگان كان كاريبيانك وقويق امريكا اقاقارك كوبا اي هيتي هيتي سيدوك له هو دل افريكانا اديه معقول تاينا شالا مرأيان كادلينا دل يرو افريكانا سيدوك لكو الحياه اللو بدا كاريبيانك جغرافيان منطقة وحيكو حساب سنتاي وقويق امريكا سيدا مرأيكان كي كان دوك له اي تاي جغرافيان وقويق امريكا هل كان ميشان منها وحكويا لدل كان جامايكا دل دتكي سكسو جيد أفريكا كوية ساقاشن بقول كيبو أفريكان واللي بحتى اني كبدين انه معقول لكن قرالات رسمي وحي موجنين معناها كوية ساقاشن بقول كيبا دتك جامايكا انو يهي أفريكان أفريكا ايه كإمادين سيدا أرجنتينيسكو اي ساقاشن تضوه بقول كيبو يهين يوروبيان جامايكا هدية أدمقى شي وحاقص بإن أدمقى شي نينكان يوسين بول قف لقو تلماما نينكا أقول إيه ريمان تعالمكا وانا ميت كميدة وحيابها عالمكا بري دلكان وحادو قاتا إن هالقفو عانا إلى هير عالمية وصبابي كارو يعني عاني مدى دلكيسة ما أنت مركي ليرة تصالحان برتقيس كوكال كريستيانو رونالدو أرجنتينا ليونيل ميسي صومالي عمر إنشار كلك افتمي طبعا معناها هالقفو حصبابي كارا إن ودل عان كاريقو سيدا هادا إن كان يوسين بغلط وجمايكا أغريو كلميد عانا أوردكا أيو عان كوياي ما دام أجيتك موضوع إذا نوع عانا كلي جغرافيكو يهي براشادة ودماذا إيو ومذا كلا دوان waxa mowduucyada noocan aan kula wadaagayo juqraafiga aan kula wadaagayno horti aniga shakhsi ahaan waan jeclahay sida aan u daneeyo shucuubta caalamka ma rumaysan kartaa in qof maanta magaciisa haduu ii sheego aan qiyaas kar wadanka uu ka soo jeedo ani aan ku dhigi karo qofkan magaciisa waasas hadaba wadan hebel ayuu ka soo jeeda macna waxaan kula wadaagay waa waxaan jeclahay marka soo gudbinaayo hadaba waxa laga maarmaan ah in aan ku sheego shaygan oo ah waxa baray malaayiin qof caalamkan dalkan yar ee jamaica waana muusikada reggae
وأنواع موسيقى كاميدا أو أي جامايكان كوسامين لكن له ما كنت هاي شعبية ملايين قف يقانان بلايين قف يعني ما أنت ضد أي جامايك أصفرة كلية سيئة أصو أركان معناها دالكاس موسيقى ريجي ماشى كإماضي بوب مار لماشى كإماضي موسيقى دونا وحيابها يعني سيدة والدة أفافر ما إلى قياس كرتاتا قبر لي صومالي دي هيسي سيئن مع هبي مئهيد إن ملايين قف عالم كان ولقد حتى صومالي أنا المقال أي داودين كدمنا أي مقالين دليل هذا صومالي تيادك لو حدوك تمانت عالم كانت كنوا شيء ضدك إنت بضن ضدك مانت عالم كان كنوا إنت بضن أيضا الله فيرنا إن نظام كوحبر الشيء دي عالم كمان تكجر إن قفك هل شيء وبرناي ويدها روح ذلك يسا مثلا قف عفمات كي يقان فيلسوف دين تي يقان وحكا سي يقان لكن ما أنت قف هل شيء أيوك تخصايا مارك ضدك عالم كنوا المانت إنت وضب بضن و ولكن أكثر الناس لا يعلمون عالم كمان تضدك كونه أنت هذا بدن وجهه لو حكي الأجين مرهن أنت بدن معناه معلومات وإنه أكتهي نظامك وحبرش هذا عالم كمان تكجر ضدك وحكر لجاي إن أين وحب أقونين يعني إن أركي صدد له أن صومالي حكي كنت على حتى مركي أركان من حس ذي لجستين أر الموجناية هسا إن معناها موس كذا وحيابهن كل جركة يعني إنه عيداس أي عن ماذا ضل كقيب قادن كران هذا ما موس كذا ريجك وامد كم إذا وحيابه عالم كبري ضل كانير وما أنت دوني ده أنت بدن أي تقانه دل يا جزيرة ده سيرته قدر لاق مساحة أهان سدح مليون وقف كلي يكونوا لهين لكن عانك سدا صوى وحنكوير من قشين عد كم إذا موسيقى الريجية وجيت كنوا وحكوا أغاني شكلية يعني كور هذا ما أنت درست ضدك وسمينا في جامايكا لكن أهل شيء جن ريجية والجوجو قصلي عن بقولي حاول كمان تقاني أصلا محو ضل كان عانكوا يو أم حاس جغرافيين تي مسلمين تمركي ضل باقنا يان أما مال أي باقنا يان وحكوا أركان أي شيء جن وحدي جرين وكان ذلك يعني خلق كثير وحاس وحاس سميناي وحير أنقصه نغني سامينت الجامايكان كعالم كما أهل مد عادية تصالح نين كان لقومك عابو بوب مارلي أما أيضاً بقر كموس كذ ريجيكا يعني ضد إلى هير ما أنت أي يرى تقديسيان أعوذ بالله كويس ديتن كأيود انتي لكن إلى ما أنت ومد كمده ضد قوة عانسن ورجيس كنيويورك تايمز أيها كنت المامين نين كان جامايكان إنو يهي فنان كأو سامينت بضان عالم كنتن كيسيني قدن بيسي كبضان سامينت دمان أمده إنجريس كو هذا نين كان معناه هيسي سبوب مارلي انتو دبضا وحي اهيم كوه كعضونا لدن كوه امبريالية دا يقوميسيق ارنكا كلي عجيب كان نين كان مركا كالدين بوب مارلي يعني عالم كمركا ترونتي اوفير ستو عالم وحكونا العجيب نين كان ابيه واه جنرال العط نين كان بوب مارلي ابيه واه سرقال عداء او كاميدا عيدن كيقوميسيق انجريسك هو يدن وحيه قبر مدو او جامايكانا يعني نين كان ابيه واه انجريس عط صور كان هذا وبوب مارلي ابيه لكن هو يدي وحيه تقف مدو لكن هو يدي أيو راعي لقن أهان يوحول بنا هو راعي معناها هو يدي ماشي كي مدى أفريكا يعني حتى وحالة CAA ده أياد لي يعني هذا مركي لقى هذا القصة أقول انتي كويس ديتنك أيو انتي CAA ده أياد شرقو لأياد هان بوب مارلي سؤال هداد سويدينيسا محاد أقوط المانتي دال أفريكانا أو كويا لو قويق أمريكا انت أنا كوشيكين تلو دات كان مسلمين مي أهين مركي هوري مرك كوبات روايتها موجنا يعنيها قارتان كمسلمين تا منطقة كاريبيان كيحتى لبدا أمريكا ومد إسبورينايو لكن وحال إسكور راعي لما انتود إن أي أهاين كهر يوروبيان كإنتين تجين لبدا أمريكا مرو ميسان كارتا إن صحراء نيفادا أمريكان كاللقاها لي مسجد كيال كهر حتى يوروبيان كإنتين تجين دلائل بضانا وحجر موجنا جامايكان كو إن أي أهاين معناه أما إسلام كو أوجوغي لكن وحادو قاتا مسلمين تميش استكتي إن أين أهاين معناه قوة دولانا تصالحان دولة دي أموين تكتلين جرتي منطقة يعني أيبيريا برتغيس كي إنجريس كي برتغيس كي سبين معناه ما أهاين قوة استعمار معناه عيدن دولانا ما أهاين وعي أهاين داد أما قناعتا أما داد ميش إسكتكي دومكا صراعي وقويق أفريكا إيو إسبين إيو برتغيس كمركي مسلمين تجوغن ميش أسن إسكتكي وحيابها موجينا أي إسلام كإنو قاري جامايكا كهر إنتا يوروبيان كإنا تيغن حكم إذا يعني داق حيو أيكو قريهين يعني أن فرار عربي منحوطات كمعناها الدربية دا كل دقن وحيابها لقو قري أو إسلامي ما موجينا سيدي أموين تأي موجين جرين ميلور بأيكو قري جرين هذا إسبين أو كالي لا غالب إلا الله يعني سيدي قصري الحمراء sidoo kale waxaa laga helay meel kamid ah Jamaica lacag kamid ah danaaniirta muslimiinta isticmaal jireen oo la ilaahay ilaa ay ku qorantahay waxaa la isku raacay in muslimiinta jasiiradda Jamaica ay tageen kor inta inay tageen gumeystayaasha Yurubiyaanka yani aan Columbus iyo waxyaabaha sameenaha Vasco da Gama waxyaabaha ay sheeg sheegan ee Bombonian ee macna wax qiimo aan lahayn
in kohor ay tageen waxaa jira caalim newzealandees ah lagu magacaabo Barry Feel oo qoray kitaab magaciisu yahay qisada America wuxuu muujinayaa in muslimiinta ay tageen kohor Yurubiyaanka saameyn badan ay lahaayeen macnaha dadka markay meesha u tageen sababta muslimiinta waxna ma ayna dili jirin waxna ma ayna leen jirin waxna ma ahayn gumaysan jirin yani xitaa cudurro ma ayna wadin sida Yurubiyaanka cadaanka ay cudurro ay balaayo u wadeen dadku way jeclaan muslimiinta hadaba afrikaanka degan xagee ka imaadeen marka koobaad waxa dega jiray macnaha ka shacab ahaan marka ka hadlayno laba qoom oo lagu magacaabo Arawak iyo Taino oo ka imaaday koonfurta Latin America ama qaarada America waxa Latin America yanaadiin koonfurta America ka imaaday waxa la sheegay ila 1400 oo sano kor dhalashadii Nabii Ciise in ay dadkaas meeshaas degeen 1494 ayuu markii ugu horeeyay tagay Christopher Columbus hadaba mudanayaal imrooyin sida iskoolada nada lagu dhigay ah Christopher Columbus ayaa soo helay labada America Christopher Columbus ayaa soo helay wadan hebel ma dhahayn macnaha ma adeegsanin anaga dad ilaahay aqal si ayaanay meeshan ummada khalqi ilaahay ayaa ku noola bini aadan karaamala ayaa ku noola ilaahay wuxuu yiri walaqad karamna bani aadam macnaha bani aadam kuma aha ninkaas cadaanka Yurubiyaanka ma aha khalqi ayaa ku noola dad ayaa degana marka ma dhahayno si in dhalaan uma dhahayno Christopher Columbus ayaa soo helay yani kaana ma inay xoolayhiin oo kale ma dhahayna sidaas yani runtii waa arin naxdin leh arurtanad inaan barayno thaqafada gumaysiga macna dhaqanka gumaysiga macnaha Christopher Columbus ayagu matalay wuxuu aan Italiyaani ah adigu ma matalay maanta iskooladana Christopher Columbus ayaa yani sidaas sameeyay wali minnu wuxuu ahaa yani aad u liito oo xun ninkan markuu tagay yani wuxuu ku tilmaamay dad ay deganaayeen khalqi Ilaahay ay ku noolaayeen macnaha jasiirad aad u qurux badan jasiiradan Jamaica waxay la kulantay saddex lacnadood lacnada Spanishka lacnada Ingiriiska iyo lacnada Faransiiska sababtoo ah ummadahaas meesha tagaan lacnad ayaa ku habsatay marba mid ayaa qabsanaayay waana arrinka muujinaya in magacyada meelaha qaar maanta Jamaica aad arkayso meel magac leh Faransiisa iyo meel magac Ingiriisa iyo meel magac Spanisha saddexdaas gumaysi ayaa isu daba marayay Jamaica saddexdaas awoodood mid walba wuxuu jasiirada geeyay dad u soo adoonsaday kun lix boqol iyo konton iyo shantii ayuu Ingiriisku Spanishka ka ceyriyay Jamaica waa dhul qani ah barwaaqo ah wax soo saarka iyo beerashada ku fiican Ingiriiska wuxuu ka sameeyey ama wuxuu ku beeray qasabka sonkorta muddo yar gudaheed Jamaica waxay ahayd mid ka mid ah wadamada ugu soo saarka badan macnaha beeraha Ingiriiska ayaa leh ma ahan dadka shacabka ma lahan adoon ayay ahaayeen ka shaqeynaya waxay noqotay mid ka mid ah meelaha ugu soo saarka badan caalamka qasabka sonkorta yani xitaa waxaa la sheegaa in ganacsatada Ingiriiska ay lacagta meel kale dhigan waayeen ganacsato micnaha ay noqdeen balaayin lacag haysato qani ayay noqdeen arrinkan marka dambe in ay kumanaan afrikaan xoog ku soo adoonsadaan ay ka keenaan galbeedka afrika ayna ku daabulaan jasiirada Jamaica si ay beerhaas qasabka sokorta uga shaqeeyaan faransiiska afrikaan ayuu keenay oo soo adoonsaday ingiriiska afrikaan ayuu keenay oo soo adoonsaday spanishka afrikaan ayuu keenay oo soo adoonsaday Ingiriiska waqtigaas dheer yani fiiriya waqtigaas aan soo sheegnay yani Spanishka wuxuu ka ceyriyay Ingiriiska 1600 ilaa 1602 ayuu joogay yani waa waqti aad u dheer gumaysiga Ingiriiska iyo shacabka meesha degan iyo dadkii adoontahay uu keenay isku af ma aha arrinkeenay macnaha luqad khunfushaar in la isku fahmo in macnaha qofkan afrikaanka isku day inuu kalmado adeegsado kana oo kalmado adeegsado ay waxa isku qasmaan waana mid keentay in uu sameysmo af inta badan ingiriis u badan laakiin ay ka buuxaan kalmado ka imaaday galbeedka afrika iyo qaybo yar oo kamid ah dadka yar ee meesha degana markii hore iyo ingiriiska macnaha waxba isku qasmay halkaas waxa sameysmay luqadda lagu magacaabo batwa macnaha sas magac sas loogu dhawaaqo luqadda maanta looga hadlo ilaa heer waa ingiriis laakiin si kale hadda tusaale ahaan khaliijka waxaa jooga hindi badan aasiyaan badan ayaa joogaan dhahno yani in carabiga inta badan ma yaqaanan aad ayuuna ugu adag yahay marka waxaa la isku fahmaa ama inta badan waxay adeegsadaan luqad aad sidoo kale ku tilmaami karto khunfushaari ama caalamka macnaha waxaa la adeegsadaa kriyul macnaha kriyul language luqad ka samaysan yani luqado kale isku qasmay yani fiiri waxa uu rabaa inuu ku dhaho kale anta rajul muxtaram kalmad carabi saxiixa adiga waxaa tahay qof wanaagsan uu ku leeyahay anta nafar zain anta nafar 100% anta nafar okay macna wax saaso kale saaso kale macna saas ay isku fahmi jireen gumaysayaasha ingiriiska iyo shacabka Jamaica adoonta uu keensaday iyo dadka meesha joogay waana mid keentay maanta in luqad saas ingiriis u badan looga hadlo Jamaica 6 August 1962 xilli habeen bartanka habeenka xaflad ay joogtay amiradii ingiriiska Margaret iyo
كحجانكي مدحوينها مرايكنكا ليندن جنسون وقتكاس أيها لديجي عالنك إنجريسكا عالنك ميدوغ إنجريسكا عالنكا كدبنا وحلوغ بدلي عالنك جامايكا إكا كوبان ميدبكا مدو دهبيكا يا أخطركا عقاركا تاسوكا ديغان جامايكا إني نقطي دل مضح بنان تاسو حيه هيد قصادة جامايكا أنو قهض اللي موضوع عن انتهانو كوي أجيهي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.